في إطار الحديث عن غزو التدين المشرقي للمغرب، ما هي الأوجه المستنكرة بين المذهب الحنبلي والمذهب المالكي، أو التدين المشرقي والتدين المغربي؟ هو الحقيقة يعني هذا يعني من الأمور التي يدندن حولها العلمانيون كثيرا، وهم لا يخشون، هم يعني يخشون من الإسلام الذي أصلا جاء من الشرق. فرسول الله صلى الله عليه وسلم مشرقي، والمغاربة يسمون الشرقي، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لدينا اسم فلان الغربي، لا يقال، لا يسمي إنسان وابنه الغربي، لكن يسمي الشرقي. وكذلك الإمام مالك من المدينة، هو مذهب أهل المدينة فهو مشرقي، والإمام أبو الحسن الأشعري من البصرة من العراق، والجنيد من بغداد. الإسلام كله جاء من المشرق. يعني لم يكن هذا الصراع الذي نعيشه اليوم موجودا في الماضي، هذا مشرقي هذا مغربي. لا يوجد هذا بحال الأحوال. صحيح أن المغاربة بعد ذلك أصبح لديهم عادات وخصوصيات وما إلى ذلك، هذا واقع حقيقة. وفعلا الآن فعلا كثير من الناس تأثروا لا بالمشرق ولا بالمغرب. هو حقيقة بعد استقلال المغرب والانفتاح الحضاري مع وسائل الإعلام وما إلى ذلك، الناس بدأوا يعني هذا غير في لباسهم وحياتهم وعاداتهم وتقاليدهم كثير من الأمور. يعني العالم أصبح يعني كالمدينة الواحدة. الآن ننظر، يدعون أن المذهب الحنبلي غزا المغرب المالكي، لكن هل يعرف هؤلاء القوم أن المذهب الحنبلي هو أقرب المذاهب إلى مذهب الإمام مالك، لا في أصوله ولا في فروعه؟ المذهب الحنبلي أيضا يقول بالمصالح المرسلة، وأيضا يقول بسد الذرائع، وأيضا يقول شيئا ما بعمل أهل المدينة إلى حد معين. إذن مذهب الإمام أحمد في أصوله هو من أشبه الناس بمذهب الإمام مالك، ومذهب الإمام أحمد في المعاملات هو أقرب المذاهب لمذهب الإمام مالك، لأنه أصلا أخذه من عمل أهل المدينة. نعم. الإمام أحمد تأثر بعمل أهل المدينة في هذا الباب. واضح الصورة. لاحظ توجه في هذه الناحية، يعني عندما نكون بصدد يعني محاولة ترويض الناس ليتقبلوا الفكر الآخر، الفكر الغربي كذا، نتحدث عن الفتاح ونتحدث عن اختلاف ونتحدث عن قبول الآخر، ولكن عندما نكون بصدد التدين نضيق واسعا ونريد أن نحشر الناس في رأي واحد. ولكن هناك سبب وراء هذا الأمر. لا ولكن المفروض أن نعمل نفس الميزان، نفس الميزان بمعنى يعني أن نعم الدولة من حقها تتبنى مذهب معين، ولكن يكون تسامح مع بعض قناعات يعني أفراد كذا. في الماضي كان هناك الخلاف بين المذاهب يؤدي إلى الاقتتال، منع التزاوج بين أصحاب المذاهب وتبع المذاهب. يعني كانت هناك خلافات في زمن التخلف، ولكن في الزمن الازدهار كان تعايش بين هذا، وكان الأقوى دليلا، والذي كان في الزمن في فترة معينة 500 مذهب ولم يتضيق الأمة بها 500، يعني تتقلص الآن 4 مذاهب. إذن المفروض نلاحظ أنه عندما نكون بصدد الفكر الغربي واستراده نتحدث بخطاب الانفتاح وغيره، لكن عندما نكون بصدد متزمت نعم يعني نضيق الامر، ولا اظن ان المساله فيها. الا تعزل الامر لوجود بعض الجماعات المتطرفه التي تحمل فكرا معينا يخشى المغاربه ان يدخلهم؟ المهم على اي حال انا اظن مثل هذه النزاعات حتى اذا وجدت فلا تواجه بهذا الاسلوب، تواجه بالحوار بحلقات العلم بالنقاش العلماء، والراي الضعيف يموت تلقائيا. لكن عندما ربما نضخم هذا الأمر ونركز عليه ونلح بوسائل ربما نحيي حتى الميت منه. إذن فأظن أن أسلوب المعالجة ليس بهذا الشكل. بالنسبة لك الدكتور محمد بولوز، ما هو الفرق بين السلفي والمذهب المالكي؟ سواء السلفي المتقدم أنا في الحقيقة لا أرى من خلاف جوهري. إذا كان الإمام مالك يعتمد القرآن ويعتمد السنة ويعتمد الإجماع ويعتمد عمل أهل المدينة ويعتمد يعني الأصول عليه والمصلحة، إذن السلفية الحقة هي منهج قبل أن تكون مضامين. منهج يعني بمعنى أنها تريد أن ترجع الأمة إلى أصلها الأول، حتى تزيل الآفات والشوائب والانحرافات التي حدثت بفعل الزمن. إذن فالتجديد هذا نوع من التجديد عندنا، أن نرجع إلى الأصل الأول كي نبني عليه، أقصد في الثوابت. أما المتغيرات فلكل زمان يجتهد في متغيراته، فبهذا المنظور لا أجد اختلاف، بالعكس فقط المؤاخذات التي ربما أؤخذها على ما يسمى بالسلفية. أقول طيب نتسلف ولكن نتبنى المذهب المالكي، عوضنا مثلا فقه أتبنى مذهب آخر، لأن الإمام مالك جمع بين الحديث والفقه
وكان إماما فيهما وكان ويمكن أعتبر أستاذ الشافعي وأستاذ إمام أحمد بن حنبل. إذا كنت سأختار بين فروع وأختار بين الاجتهادات أجتهد علق ما وجدت عليه مجتمعي، ما وجدت تاريخ المغرب، إذا نكون سلفيين مثلا وعقيدة وفقها وكذا. والذي أخذه على بعض التوجهات هو هذا الإمام مالك، كان عنده فقط الفقه، ما كان عنده عقيدة، ما كان عنده سلوك، لماذا أدخل هو في القرون الثالثة المشهود لها بالصلاح بالخيرية؟ إذا نرجع إلى الإمام مالك بكل ما كان عليه، لماذا يعني أدخل العقيدة أصول أخرى؟ نعم والسلوك. حتى لا ندخل الناس في علم الكلام، ودخلنا يعني الإمام أبو الحسن رحمه الله جزاه الله خيرا، هو واجه زمن معين، واجه فكرا اعتزاليا يعني كان مناسبا لزمانه، لكن أن أستدعي إشكالات التي حدثت هناك وأناقشها الآن وأحاول أن أحييها، الناس مثلا لا تدخلوا في مسألة نظرية الكسم وكذا الأمور، ما يفهمها الناس لأنهم لم يعوا السياق الذي حدث آنذاك. إذا كنا فعلا أوفياء لإمام مالك فلنكون أوفياء لاجتهاداته في هذه المجالات كلها، وهذا هو عين السلفية. أنا أرى السلفية هو عودة بالأمة إلى أصولها وإلى ثوابتها.